Hello, how are you? I hope that you are all fine. كيفكم يا أول؟ بتمنى تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم بداية فصل جديد، إن شاء الله يا رب يكون فصل خير وسلامة علينا جميعا. I miss you all sweeties. اليوم الأرنوب الحلو. Here we have a pink rabbit. رح ييجي ويذكرنا بالفاولز الأحرف. أي أحرف يا حلوين؟ Which letters? Vowels. Vowels. Look, these are the vowels. واللي هي أحرف العلة. إحنا حكينا يا أول ويا ماما إنه أحرف العلة لما بنعرف اسم الحرف وصوته بفيدنا كتير كتير بقراءة الكلمات. If you know to pronounce the letter carefully, you will read correctly. Okay, sweeties, let's start. بسم الله الرحمن الرحيم. letters الأحرف. حكينا بالفصل الأول يا حلوين إنه الأحرف عندنا نوعين، two types vowels consonants. حكينا ال vowels واللي هي أحرف العلة المتحركة، أما ال consonants فهي الأحرف الساكنة الصحيحة. ال vowels وهم we have five vowels in English letters. عندي خمس أحرف A, E, I, O, U. بعيد again A, E, I, O, U. أما باقي الأحرف بالإنجليزي فبسميها consonants. consonants واللي هي الأحرف الساكنة زي ال B, ال D, ال H, ال F, ال G, ال C, ال K, ال P, ال M, N, S, V, X, Y, Z. طبعا إحنا بالفصل الأول أخذنا أحرف من A to L وتعلمنا يا حلوين، وبدي أرجع أأكد نلتزم دائما بكتابة الأحرف على الأسطر، وتعلمنا كل حرف وهذا اللي رح نرجع نعيده ونزيده خلال الفصل هذا بإذن الله. من أي سطر لأي سطر بنكتبه، كل ما كتبنا على الأسطر بتحسن خطنا. أوكي، اليوم فقط رح أكون معكم بأحرف الفاولز واللي هي حروف العلة المتحركة. We say that we have five vowels. لاحظي رح أعطي اسم الحرف مع صوته. أوكي أوكي A A The sound is A A A A اسمه صوته A A A A bell A bell. Okay. The second vowel حرف العلة الثاني صوته E E sorry اسمه E E صوته E E E E elephant E elephant. Okay. The third vowel حرف العلة الثالث I I okay صوته e e e like wig 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 w w w e e wig ice cream ice cream. The fourth vowel is o اسمه o o صوته orange orange orange. The fifth vowel is u u soto like umbrella umbrella. لاحظي يا مس لما بكون عارفة صوت الحرف بعرف ألفظه. خلينا نشوف هنا كمان كلمات عندي على النوت بوك. bag a a a bag bed b b bed
Wig, wig, wig. Hut, hut. Nut, nut. Idan, e. وراح أبعت لكم بعد الدرس short song فيها أصوات الفاولز. Okay, sweeties, have a nice day.